مهرجان من هيئة المهرجان مرة يقولوا أنه ما فماش إلغاء للحفل وأنه يمكن تم تأجيل الحفل. ومن بعد هبط بلاغ يقول أنه إدارة مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين قررت إلغاء حفل الفنان سامرة اللي كان بريفيو نهار 23 جويليا 2024، يعني اليوم، بمسرح الهواء الطلق بالمكنين، وذلك بسبب عدم الإقبال الجماهيري رغم تشجيعنا للجمهور بالحضور والتذكرة صالحة لشخصين. ونعلمكم أن جماهير التي اقتطعت تذكرها يمكنها استرجاع أموالها من شباك مسرح الهواء الطلق بالمكنين ابتداء من يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 3 مساء، وتطلب الهيئة من جمهورها العزيز الإقبال بكثافة في بقية العروض المبرمجة لإنجاح فعاليات الدورة 33 لمهرجانها. شكرا على تفهمكم وسعيكم لإنجاح مهرجانكم. معنا سيمودي مدير المهرجان توت سويت في ألو فيستيفال. ألو فيستيفال. سيمودي الغربي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أختي أميمة، وأهلا كل سمعية إذاعة ديوان أفهم. أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بمهرجان سعيد بوبكر بالمكنين اللي عنده أحداث ما شاء الله، قاعدين نشوفه كل مرة، خاصة بخصوص حفلة سمرة. ترى فسر لي شنو وصاير بالحق، ما فماش إقبال جماهيري على حفلة سمرة؟ والله لا، التو أني كمدير مهرجان ما عنديش تفسير للي صار في حفلة سمرة. سمارة احنا علاقتنا طيبة به، وخاصة شخصيا انا علاقتي به طيبة ومن بداياته وكل شيء، فهمتني؟ معنا علاقة مشكلة، علاقة مدير مهرجان فهمتني فنان. برمجنا العرض متاعنا نهار 18 جويلية، ما رأنا انه ما فماش اقبال، فهمتني ولا؟ بالرغم انه سمارة وين يمشي لأي مكان يكون معبي والمدائم معنا والشبابيك مغلقة. جيني نشوف قبل العرض بساعتين 6 متاع العشية نلقى التذاكر قرابة بايعين 240 تذكرة. 240 تذكرة معنا قيمة 6 أو 7 آلاف دينار. والكاشين تاع سمارة اللي كنا نعرفوه 30 ألف دينار، معناه باش كان نهارتها باستقام الحفلة باش تكبد مصاريف، اما خسارة كبيرة للمهرجان. لحظة سيمودي باش نتبعوا بعضنا، لحظة بركة واحدة واحدة. دونك تباعوا 240 تذكرة، المسرح قداش يهز؟ يهز 3000، وعن استيعاب احنا موجودة هي 2000 تذكرة. 2000 تذكرة، والكاشيم تاع سمارة 30 ألف دينار. يعني انتوما حسبتوا حسابكم لقيتوا رواحكم خاسرين فيه الحكاية. خاطر احنا ما حبيناش نعمل كما عملنا في الزياره، في عرض الزياره في الوقت كما هكايا باعين قرابه 300 تذكره، قالوا لنا راهم كاكنيه يشوف الجمهور يجي اخر في الوقت كل شيء، وصلت لنا 11 نتاع الليل 11 ربع وباعين 500 تذكره، ما دخيل 12 دينار، عرض الزياره يكلف 32 دينار، قعدت ايتوني، رصت لنا دفعنا خساره ب 20,000 دينار. نفس الغلطة ما حبيناش تصير، خاطر تولي كيكا استاذ المال العام وتولي معناها سوء تصرف. احنا قررنا انه ما عادش ناخذوا مع ريسك ونخسروا، فهمتني ولا، مبالغ كبيرة في عروض، اني الناس الكل حاطة اني العروض هذه تكون كومبلي، وعروض اني دخل فلوس من وتنعش الميزانية تاع المهرجانات. احنا في المقيم ما عادش نصير، فهمتني ولا؟ تعرف سي المودي، انا الحقيقة الحقيقة باش نكون صريحة معاك، مهرجان قنطاوي حمام سوسة زميلي مدير المهرجان فرحان، 4000 تذكرة تباعت، مداخيل قرابة 100,000 دينار في عرض تاع سمارة. غريبة غريبة الحقيقة، يعني إذاك هو شنو كنت باش نقول لك. تسمع فيا سي المودي، تسمع فيا لحظة برك باش نتفاعلوا مع بعضنا. الحاجة اللي أنا أثرت استغرابي، يعني على خطر سمارة معروف أنه عنده جمهور عريض وكبير جدا ومن أكثر لي غابور إقبال جماهيري عنده في حفلاته. الحقيقة أنا حتى البارح فرح مرواني، صحفي فرح مرواني معايا، كي قالت لي الأخبار استغربت، غريبة معناها سمارة ما يكونش عنده إقبال جماهيري كبير، وعمناول كان في قرطاج معناها وما شاء الله كومبلي، واليوم تقول لي أنه تبيعه كان 240 تذكرة. الحقيقة فما 3 نقاط استفهام. فما مش 3 نقاط استفهام، فما برشا نقاط استفهام. أنا يعني كيف نشوف سمارة وين في أي في أي مكان يغني فيه سمارة راهو كومبلي، سواء مكان خاص ولا مهرجان ولا حاجة. وسمارة نتعامل معاه ما لو قلت من بداياته تعاملنا قرابة 50-60 مرة مع بعضنا، فهمتني؟ معناها ما عندناش، معناها مش أول مرة نتعامل مع بعضنا.
اما الاشكاليه انه العزوفه غير ما لقيتلوش حل في حفل سماره. سماره في اي مهرجان يخدم هو كومبلي. قلنا بالك شيء نهارتها وقت الفيديو لعمرو سماره تاع الاعتزال وكذا واثر كيف على المبيعات وكذا. قلنا ناس ثلاثه فهمتني ولا على اساس اليوم صار حفل تاع سماره. ما معني ولا العدد في العود يزيد نقص. جيت نشوف لي بوان فون نلقاهم 150 تذكره ولا حتى رجعوا لعبوا فلوس. ولينا هبطنا البلاغه هكايا ولغينا العرض واحنا تو انا موجود في حالي في مسرح لعبه طلق المقيمين. العباد اللي قصرت تذاكرها الكل انا جات لي شيء تاخذ في فلوسها ورجعوا لها فلوسها وتكون فهمتني ما خير ونتكبدوا المهرجان زاد ما ينجمش يستحملها مهرجان خساره. كيفاش كانت رده فعل اداره عمل سماره وسماره؟ هل العقد يخول لكم انكم تلغيوا الحفل؟ انا قلت لك علاقتي بسماره مش علاقه مدير مهرجان الفنان، انا علاقتنا اصحاب. معايا قام ينهض ديما نيتوني نتفاعل معايا قال لي مش مشكله على تو الوقت تو خايف فما كريز تاع فلوس ولا حاجه في المقيم ان شاء الله في قبل ما ينتهي المهرجان. ووقت المهرجان زاد يوقف على ثقيل معناها جيتنا احنا تو برشا عروض ان شاء الله متوقعه فما قبال كبير ديجا معناها العروض الجايه مثلا روف ماهر مثلا مطرحين تاع بسام الحمراوي التوفيق الكل يكون فما قبال كبير تو يعني كان متفهم سي المولدي يوقف على ثقيل نعاودوا نبرمجوا حفلة أخرى لسمارة وما عندناش حتى مشكل فهمتني معناها متفقين وبتفاهم تام معناها متفاهم يعني كنت كان متفهم سمارة سي المولدي كان متفهم على الأقصى ما تغششش وما ثم حتى شيء فهمتني واضح. شو عملتوا فيها الليلة ميلا شنو؟ سمارة في رمضان جي غنى في المقيمين ويحب جمهور المقيمين وكل شيء مش مشكل ظرف هذايا عندنا أما إن شاء الله ان شاء الله كان رجعت الامور اللي صابها ورجع الجمهور وفما بعتلي طلب كبير من الجماهير ان شاء الله عاودوا نمشيو مش مشكل ان شاء الله. واليوم شنو عملتوا؟ باش تقعد السهره فارغه اليوم؟ لا اليوم السهره فارغه رجعنا لكن غدوا عندنا عرض بمناسبه عيد الجمهوريه عرض لمه الحراير. عرض هذا باش يكون قررنا كاداره مهرجان أن يكون الدخول مجانا لكل الجماهير. هذا مناسبه وطنيا نحتفلوا بها في عيد الجمهوريه. هذا عرض محلي ان شاء الله باش يكون عرض ناجح ان شاء الله. وقررنا ان الدخول يكون مجانا باش اقل حاجه نحتفلوا بعيد الجمهوريه علامات وكل شيء. وبعدين عندنا المسرحيه نهار نعرض نهار 25 جويليه نتاع العرض المجاني. 24 جويليه قبلها بنهار اللي هو غدوه انا عرض مسرحيه مايت بسام الحمراوي ان شاء الله باش يكون فما اقبال كبير خاطر فما اقبال على التذاكر فما اقبال على بسام فهم على بسام الحمراوي استقبال باهي فهمتني ولا ان شاء الله غدوه يكون المسرح يكون معبي. ونهار التحدي عن رؤوف ماهر فهمتني ولا وبدات بقيه البرمجه تاع بقيه العروض. احنا كهي اداره المهرجان صحيح تفاجئنا شويه بشويه عزوف مع جماهير في العروض اللي تعدات ان شاء الله توا صفحه جديده وان شاء الله كما نقولها الناس الكل يوقفوا المهرجان هم الناس الكل الجمهور تاع المقيمين يشجع المهرجان ان شاء الله. ان شاء الله سي المولدي انتم بيتكم في البيان قلتوا الهيئه تطلب من جمهورها العزيز الاقبال بكثافه في بقيه العروض المبرمجه لانجاح فعاليات الدوره 33 لمهرجانها. يعني اليوم انتم خلينا نقولوا فما تخوف انه الناس خاطر توا حكيت على الاسباب ما بين الاسباب قلت لعل الناس ما عندهاش فلوس دونك فما تخوف انه الناس ما تجيش لبقيه العروض. والله صحيح البريد خوفنا من بقيه العروض اما العزيمه نتاعنا ما تخليناش احنا نخمو باش نلغيو عروض خلينا ولا حاجه. قلت ان شاء الله نحط نشوف لي بوان فون فما اقبال على اقتناء التذاكر في اربع او خمس عروض مقبله فهمتني ولا فما اقبال كبير فهمتني وان شاء الله كما نقول احنا صحيح قلت بلاش العباد ما عندهاش فلوس ولا حاجه ما 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 ما
جدا ما يعرفش الاسباب. يمكن بوتيتخ الكلام اللي تقال انه سمرة اعتزل الذي اثر على الاقبال الجماهيري. يقول انه المهرجان باش تتكبد خسائر كبيره, خاصه انه الكاشي نتاع سمرة 30,000 دينار وتقريبا 250 تذكره اتباعت. يقول انه يطلب من الجماهير, جماهير مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين, انهم يقبلوا على العروض المتبقيه, على خاطر فما برشا عروض قاعده تستنى فيهم كيما رؤوف ماهر, كيما عرض لبسام الحمراوي. مره اخرى رجع معنا مدير المهرجان سي المودي الغربي, اهلا وسهلا مره اخرى. أنا معكم. أهلا وسهلا يا سي المولد, عندك مشكلة متاع ريزو يا سي المولد. الجو يطلع ليمت هذه بالعروض يطلع بالزهر. قولي شنو كنت تقولي ما سمعتش. قلت لك احنا طوع المهرجان بتاعنا إن شاء الله معملين على حاجة بركة, وقت مهرجان أفدي لا معملين على رجال أعمال باش دعم ولا معملين على أي حال, معملين على جمهور المكنين وجمهور مهرجان سعيد أبو بكر أنه يوقف المهرجان ويحضر بكثافة وفي بقية كل العروض باش المهرجان يواصل في معناه في نجاحه في ديمومته. ان شاء الله يا ربي, ان شاء الله تكون الدورة 33 ناجحة كيف ما تحبوا وتنال اعجابكم واعجاب الجماهير. انا نشكرك برشا سي المولدي الغربي على هذا التوضيح, يعطيك صحة كل مرة ما تبخلش علينا انك توضح لنا. شكرا لك مرة اخرى سي المولدي. لا شكر على واجب. يفضلك. تحية لإذاعة ديوان افلام اللي هي معناها ديما مواكبتنا ومواكبة كل شيء اللي يصير في مهرجان ومساندتنا. معناش مزيه. شكرا لك مرة أخرى, بالتوفيق لك ولكل القائمين على مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين. دونك كيف ما سمعتوا تم إلغاء عرض سمرة لليلة, غدوة عندكم عروض أخرى. دونك مازال مكمل المهرجان, دونك بربي مشيو أهالي المكنين شجعوا مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين, مشيو وتفرجوا واستمتعوا, فما برشا عروض تستنى فيكم تعمل 66 كيف منها عرض المايسترو لبسام الحمراوي, منها زادة رؤوف ماهر, برشا ناس تحب رؤوف ماهر. دونك مشيو وقصوا تسكر متاعكم, مشيو تفرهدوا غدوة. يقول نهار 25 جويلية باش يكون الدخول مجاني لمهرجان سعيد بوبكر بمناسبة عيد الجمهورية. نسمعوا سمرة مسالش خيرها في غيرها, سمرة نسمعوا سمرة على الديوان فهم وراجعين. ناس الديوان.